مباركة، وبدنا نشكر زميلتنا سالي أيضا، وعم نرجع للكوتش إيهاب. الفترة الذهبية كوتش إمتى بتكون؟ هذا السؤال دائما يمكن بتنسأل كثير عليه، كثير قبل الفطور أو بعد الفطور وليش؟ هلا طبعا حسب طبيعة الجسم، يعني هلا إحنا إذا بدنا نحب نحرق فات تمام في عنا دهون كثيرة، فإحنا الأفضل إنه إحنا نتمرن قبل التمرين قبل الإفطار تمام. وإذا إحنا كبناء عضلات لازم يكون تمريننا بعد الإفطار. وإذا جسمنا يمكن بشكل طبيعي الجسم يمكن بس مجرد لياقة أو مجرد إنه هو يحرك عضلات جسمه، إمتى بتنصح؟ طبعا الأفضل يكون بعد الإفطار عشان ما نفقد سوائل كثير من الجسم. طيب كوتش، خلينا نحكي شوي هيك. اليوم في ناس بتسأل انه تكثيف التمارين ممكن يأثر على بناء عضلات للجسم، هي المعلومة صحيحة؟ وشو بتنصح يعني مثلا اذا شخص بده مثل ما بيقولوا يعمل جسمه صح بس ما بده كمان يعمل عضل، يعني وخصوصا الصبايا يمكن؟ هلا دائما احنا بنتجه لاتجاه طبيعة الجسم. هلا الكثافة بشهر رمضان احنا بنحاول ما نكون كثير عالية، فلازم تكون محدودة بهذا الوقت بالذات مشان احنا ما نخسر او يصغر عنا من الالياف العضليه الموجوده بجسمنا. نعم. كمان كثير من الاشخاص بيكونوا حابين ينزلوا وزنهم وبيشوفوا يمكن من شهر رمضان هو فرصه لهذا الشيء، قد ايه هذا الشيء ممكن يتحقق فعلا بشهر رمضان او لا؟ فينا نستفيد منه كثير. احنا حرق الدهون تمام بيكون عنا قبل الافطار بشي ساعه للساعه وربع، فينا نعمل فيهم 40 دقيقه حركات هوائيه بين كارديو ومشي وعضلات البطن، فاحنا بنستفيد منهم بشكل كتير منيح، خصوصا اذا بنخلي فترة زمنية بين الافطار والتمرين من الربع ساعة لل 25-30 دقيقة. طيب كوتش، خلينا نحكي مين الاشخاص اللي مثلا او الاخطاء الشائعه اللي بتنصح انه هن ما يعملوها خصوصا اثناء ممارسه الرياضه برمضان، شو الشغلات اللي بتقول لهم بعدوا عنا لا تساووها هلا اجلوها لبعد شهر رمضان؟ هلا طبعا هو النظام الغذائي بيلعب دور كثير بهذا الشيء. هو في عنا اشخاص تمام بيستنوا هذا الشهر ما شاء الله، يعني حتى سكريات وحلويات ودسوم الاكل، فاحنا احيانا من وجبه واحده بتلاقينا خلص اكتفينا بكل شيء. المفروض يكون في عنا نظام صحي ودقيق لاحنا احنا نقدر نفوت شيء 3-4 وجبات بهذا الفصل. كوتش، خلينا نحكي عن هذا الموضوع بتفصيل اكثر. اليوم الاشخاص اللي بدهم ينقصوا وزنهم فهن بيحتاروا انه نحن نزلنا على النادي ومارسنا الرياضه، طلعنا بدنا نفطر، فنحن بصير نحن نتمرن ودغري نتناول وجبه الافطار، او هذا الشيء غلط، او نحن بنفطر وبننزل بنحرق اللي اكلنا، او كيف بيكون؟ هلا بده يكون بيننا وبين الافطار مثل ما ذكرت ربع ساعه لتقريبا للثلث ساعه هون بين الصيام والافطار، ولازم يكون في عنا وجبه كثير متكامله وصحيه، يعني احنا ما فيني فوت دغري على الافطار بدسوم وكوسه وما نفترض شغلات عالي او نشويات تماما. احنا المفروض لازم يكون في عنا وجبه متكامله هي عباره عن البروتين والكربوهيدرات والالياف، وزائد هذا الشيء يكون في عنا نسبه سوائل من البدايه، زائد التمور لانه احنا سكرها كثير منيح بفيدنا. نعم. طيب كوتش، اليوم يعني الرياضة هي عالم واسع، في كتير طبعا أشخاص بيكونوا كمان رياضة بالنسبة لهم هي جزء من حياتهم احتراف، فالتعامل معها برمضان هل بيكون مثل الأشخاص العاديين اللي هو نازل بس بيعمل تمرين بشكل يومي؟ لهدول الأشخاص المحترفين قديش بيختلف حتى نظام الرياضة عندهم اللعب؟ أكيد بيختلف تماما. حنجيب مثال، مثلا انا عم بحضر هلا لبطوله العرب، فالنظام بيختلف تمام كثير عن برمضان. العالم العاديه بشهر رمضان. هلا على الافطار مثل ما ذكرت انا بتمرن بعد الافطار، في عندي تقريبا وجبتين لاقدر افوت على التمرين، فهن بده يكونوا متكاملين. فيني اخذ متمم غذائي على البدايه بدايه الافطار، وبعدين اخذ تمر، وبعد فتره يعني وجيزه 5-6 دقائق فيني اخذ شوربه وكارب اللي هو الرز، وجبة الدجاج مع وجبة الخضار. هاي بنقول وجبة متكاملة. بننطر تقريبا لساعة ساعة ونص فيني اخذ شيك تمام اللي هو بروتين مصنع، فيني احط معه موزة، فيني احط معه معلقة زبدة فستق واضربهم على الخلاط واخذهم، بعد ساعة فيني فوت على التمرين.
نعم. طيب كمان كوتش خلينا نحكي بالتفصيل عن بعض الاشخاص اللي بيخافوا من انه يمارسوا الرياضه بهذا الشهر الكريم، بيقولوا ممكن يصير معنا جفاف، ممكن يصير معنا بعض المشاكل. عم نحكي نحن خاصه عن الاشخاص الطبيعيين اللي ما بيعانوا من اي امراض وبيعرفوا حالهم، مثلا ما في ضغط، ما في سكر، ما في اي مشاكل ثانيه، ممكن يصير في جفاف خلال ممارسه الرياضه، لانه مثل ما بتعرف كوتش اللاعب بده كميه مي وهو عم يلعب. صح تمام هذا الحديث. هلا هي بتيجي النصيحه من الكوتش، تمام، يا بقول له انه انت مفروض تتمرن قبل التمرين، قبل الافطار يا بعد الافطار، فهو الافضل يحبذ دائما انه يكون بعد الافطار اذا هو عم بيصوم، اما اذا ما في صيام فهو ممكن نوقع بهي المشاكل. ايه ممكن نوقع. طيب كوتش خلينا نحكي اليوم، مثل ما قلت النظام الغذائي كثير مهم ولكن برمضان بيصير اكثر اهميه، كيف توزيع الوجبات للي بيلعبوا رياضه بعد الصيام، كيف بتنصحهم؟ خصوصا انه في ناس بتيجي لعندك تعمل لها انت نظام غذائي يتناسب مع نوعيه الرياضه اللي هي اصلا انت بتختارها تتناسب مع جسمهم. طبيعي هلا احنا لازم ناخذ وجبتين قبل التمرين وناخذ وجبتين بعد التمرين، عشان يكون في عندنا تناسق مضبوط، يعني انا ما فيني اخذ مثلا نفترض وجبه واحده وفوت على التمرين واخذ بعدها وجبة ثانية. فالأفضل يكونوا موزعين، يعني من الساعتين للساعتين ونص يكون في عندي فترات وجبات، يكونوا ما بشكل كتير كبير، يكونوا نستفيد منهم بشكل منيح اللي هن الكارب دائما والبروتين والألياف، عشان احنا نستفيد بشكل عام لهذا الجسم اللي احنا عم نفوت له كميات بشكل صحيح. هلا السؤال يمكن شوي الصبايا يستغربوا انه بعض الصبايا ما بدهم ينزلوا وزنهم، مثلا ما بدهم يزيدوا الوزن خلال شهر رمضان، بيسالوا دائما احنا شو لازم نعمل، فكنت شو بتنصحهم بتوزيع الاكل؟ ما بدنا احنا دهون، بدنا جسم ممتلئ وجميل مثل ما بتحب السيده، وشو هي الرياضات ممكن اللي بتناسب هذا النوع من السيدات خصوصا؟ كثير منيح هذا الحديث وهو شكل يعني مفيد، انه احنا الصبايا بدنا نزيد وزننا، فاحنا فينا نضيف سناكات بشكل كثير منيح، فينا نفوت فواكه بين الوجبات بشكل تمام، وفينا ناخذ برتقان، فينا نفوت موز، فينا نفوت معلقه زبده فستق بين وجبه الافطار ووجبه السحور. في شغلات معينه ممكن تمنع عنا السيدات يمكن اللي حابين ينزلوا وزنهم؟ نحن مثلا ممنوع نقرب عن السكر، ممنوع نقرب مثلا عن، شو هي المحاذير اللي بتقول لهم ممنوع منعا باطنا نحن نقرب عليها؟ طبعا هي السكر هو من العنصر الاول والاساسي. التمر من ضمنهم كوتش؟ هلا هو سكر سريع، هو احادي يعني طبيعي، احنا ما بنبعد عنه بشهر رمضان لانه احنا بحاجته. نعم. بس مو كميات كثير عاليه، ناخذ من 3 حبات للخمس حبات اكثر شيء، حد اعلى. هلا احنا الخبز كمان ما بنقرب عليه، الدسوم كثير العاليه المصنعه كمان ما بنقرب عليها. طيب كوتش، بعض يعني المقولات اللي بنسمعها او حتى من الاخصائيين التغذيه او بالعموم انه عن تناول التمر بين فردي وزوجي وقديش بيأثر؟ طبعا هلا احنا دائما التمر لازم ناخذه فردي بهذا الشكل، ما بناخذه زوجي. طيب كوتش، هلا اذا بدنا نحكي نحن عن حاله ثانيه، انه قلنا انه نحن لازم بعد الافطار لكثير من الاشخاص انه يتناولوا وجباتهم، انت بتعرف كوتش لبين ما يجي وقت السحور كمان ممكن يكون في سناكات تختلف من شخص لثاني وحسب قد ايه بحبها، شو بتنصح اهم السناكات يلي ممكن تكون مثلا غنيه بالفيتامينات يلي ممكن بتغنينا عن او بتحمينا من الجوع خلال اليوم الثاني من الصيام، بتكون مثل مخزون خلينا نقول؟ هلا نقول اذا احنا فتره في عنا فيها جوع كثير، هلا هنا السناكات فينا نفوت فريز، فينا نفوت موز، فينا نفوت تفاح، في هدول 3 اشياء كثير مفيدين وجيدين، الا اذا انا في عندي حاله جوع فظيعه، مثلا انا بالحميه وبقدر فوت مع الخضره، فيني فوت قطعه كوسه او قطعتين، يعني بسدوا لي احتياجات المعده. يعني بتشوف انه الكميه هي الاهم من يمكن حتى من النوعيه بحد ذاتها، اذا نحن اخذنا كميات قليله يمكن بنرضي نحن شهيتنا وبنرضي حاجه الجسم، وبنفس الوقت يمكن ما بنكسر نظام الحميه يلي بعض الاشخاص يمكن كوتش بيلغوا الحميه خلال 30 يوم من شهر رمضان، بينزلوا بيتمرن، لكن الحميه بيلغوها، هذا الشيء ممكن ياثر على بعدين اذا كانوا خسرانين وزن ممكن يرجعوا يكتسبوا هذا الوزن او لا؟ اكيد
اكيد فينا يرجع يكتسب وزن زياده لانه هو ما عنده شيء محدد بباله، هو عم ينزل بس على ياكل حلويات وياكل مثلا معروق وياكل اكلات طيبه من طبخ البيت، فهو اجمالا بده يرجع يزيد وزنه حتى لو هو عم بيلعب رياضه. يعني هذا الشيء ما له علاقة، لأنه دائما النظام الغذائي هو الأساس، يعني الرياضة بتيجي يمكن مساعد. دائما بنسمع هي الجملة إنه ما تفكر إذا أنت لعبت رياضة فهي يعني شيء سحري فورا رح ينزل وزنك، ولهيك بدي أسألك عن الاستمرارية، يعني شهر هي فترة كثير منيحة لإنسان يغير عاداته، لشخص يبدأ مرحلة جديدة، كمان في كثير أشخاص بيكونوا بيعانوا من السمنة وبنفس الوقت ما بيلعبوا رياضه، ما بيحبوا الرياضه، فبيقولوا بشهر رمضان رح بلش نظام جديد غذائي ونظام رياضه، شو الشيء اللي بتعطيهم اياه لحتى يبلش المرحله؟ هلا كل هاي كل واحد حسب مقاييس وزنه، احنا بنشوف الوزن قديش وبنضرب له حساب السعرات اللي هو لازم يفوتها لجسمه وبنبلش له فيها، من كبروتين مثلا احنا فينا نضرب له على جرامين ونص البروتين والكارب نفس الشيء، وندخل له الياف ومندخل له سناكات مشان هو بحيث انه يكون مرتاح جسديا وما عم يتضايق. يعني احنا ما فينا فورا نحط له حميه كثير قاسيه تماما، وخصوصا يمكن الاشخاص اللي بيكونوا بيعانوا من اوزان يعني فوق ال100 وشوي، يعني بيفكروا انه هن اذا قطعوا كل شيء اكل وشرب فورا رح ينزل الوزن، كثير انه في صدمه للجسم. مدى صحه هي المعلومه؟ هذا شيء غلط، احنا لازم نفوت نسب اكل كثير منيحه للجسم مشان احنا نريحه، لانه احنا دائما لما اذا بدنا نفوت وجبه واحده فالجسم بيختزن الشحوم ما بيعود يصرف، لازم احنا نعدد له وجبات وكثيره ولو كانت كمياتها قليله مشان هذا الجسم هو كثير يشتغل على الحرق ويشتغل على نسب الحرق بشكل كثير عالي ويصرف النفط. هلا كوتش بالنسبة لبطولة العرب يلي حكيت عنها حضرتك، فخلينا نعرف كيف عم يتم تهيئة الأبطال يلي حيشاركوا بهي البطولة، كيف عم بتهيئ نفسك يمكن؟ هل يمكن ممكن يصير في خربطة معينة بالنظام إن كان نظام التمرين، فترة التمرين يمكن تكون أقل، كيف عم بيتم التحضير؟ هلا التحضير عم بيتم، هو الخربطة بتصير كلاعب كمال أجسام هي بالوقت أو بالتاريخ، فاحنا لما بنغير مثلا موعد التاريخ تبع البطوله هون اللاعب بصير في عنده خربطه وبده يرجع يعيد الهيكليه من اول وجديد، فهو بيكون حاطط هدفه ليوم معين ليوصل عليه بشكل صحيح وتام. التهيئه بالصالات هلا احنا تقريبا يعني في عالم بتصوم في عالم ما بتصوم، هلا الصايم تقريبا بعد الافطار بيكون تمرينه عنده وجبتين بعدين بفوت على التمرين بعدين بلحق وجبتين، وان الوجبات بده يكونوا متكاملين مثل ما حكينا عنه. شو ممكن ياثر على ادائه خلال البطوله؟ اكيد ما بياثر تمام، لانه صوم فيه فوائد ومن ضمنها ذكرناهم من البدايه بخفف الضغط الدم بالجسم وبحرق النفاط، هذا الشيء لانه احنا بيساعدنا نسب الدهون لازم نحرقها تمام، وشكل ثاني هو بخفف من الاصابات ضربات القلب وبخفض نسبة الأنسولين والسكر بالدم. وأهم شيء ذكرته يمكن شيخوخة، كل السيدات رح يحبوها لهيك أكيد، يعني طبعا. فوائد عديدة يمكن للصيام والرياضة مع الصيام، ما نخاف منها، يعني بعض الناس بتخاف بتقول لا أنا إذا بمشي شوي بتعب، كيف إذا بدي ألعب رياضة هلأ برمضان رئي رح ينشف ما رح أعرف شو بدي ساوي، لكل هاد الأشخاص اللي ممكن يتخوفوا تعطينا هيك شوية نصائح لهم؟ أكيد هذا كله كلام خاطئ، يعني الصوم فيه شغلات فوائد كتير عظيمة وكتير كبيرة إذا قرينا وتبحرنا فينا نعرف هذا الشيء، فأنا بنصح لكل حدا إنه الصوم كتير مهم وكتير منيح، فإحنا بلاقي الأغلبية إنه فاطر مثل ما عم تحكي أنا ما بقدر أنا ريقي بنشف، هذا كله كلام غلط. كلام غلط يعني ما بيختلف من شخص لتاني، خلينا نقول إلا بحالة مرض شديد بحالة تمام، هاي هون إحنا بنستثني هاي الحالة تمام. افضل الرياضات اللي بتناسب كوتش الاشخاص الصايمين خلينا نحدد ان كان كارديو او غيره، فشو بتحب توجه نصائح لهدول الاشخاص اللي حابين يخسروا وزن وملتزمين بالصيام؟ هلا انا بحب اوجه لهم شغله انه احنا نتقيد بالشيء المحطوط لنا بالبرنامج، لانه هذا الشيء بيوصلنا لاعلى نقطه نستفيد منها. احنا دائما في اشخاص بيقولوا
مثل ما ذكرنا انه انا لازم بنزل بعد الفطور حرق الفات منيح، فاحنا اذا بننزل قبل الفطور افضل لنا بكثير، بس لما بيكون عندنا كارديو وليس تمرين عضلات. نعم. لانه احنا لما بنتمرن عضلات قبل الفطور فحن حيصير عندنا تهريب سوائل كثير عاليه من الجسم، وبنفس الوقت بصير في عندنا تقلصات عضليه. نعم. يعني حجم العضله بيظهر ما حيتحسن معنا. كل الشكر لك كوتش إيهاب، يخلي لي إياك يا رب، موفق أكيد بالبطولة أنت وكل الشباب. شكرا لك، يخلي لي إياك وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتور، وموفقين ورمضان كريم عليك. علينا وعليك يا رب، يخلي لي إياك.